فندو ونزره بما بديل من يرزه ضعيف الذنب بذاك تنزه بنفوسنا نتنزله عن قلوبنا يزول الوسخ دفع به الذاب والمسخ سل الجريح تبديل ونسخ من موائده لا باب تربه روائل الجوب اللهم صل على محمد عين المنانور لا اله الا اللهم صل على محمد عين المنانور لا اله الا الله يزيدوا مؤبدا فلياتي ابوابا للنبي الهدى وليزن قصده وليتخذ وردا من ذكر المصطفى وليوزر الددا فمن لازمه نال ما قصدا وبن يد القرب فاز وسجدا صبت لي صاحب الندى فاستمسكوا به ما جرى سودا وكل نبي دعا وارشدا ونزع الخلق بالربك وحدا وفي دين الله قد جاد لدا حتى صيره ناجا مسددا مسكنا حزبه شرفنا بدا سبحان من به اللهم صل على محمد عين المنانور لا اله الا اللهم صل على محمد وذكره فضل حجاب الافات ودافع الاذى كان من جود الله وعلى الزى فليس عمل يرى له هزى يا طوبى لعبد به تلززى سيجده شفيعا موقزا قد لازمه وردا متخزا تجعله لنفسه غزا فاعلم ولا شك ان مثل هذا سيلقاه غزا الراغوس الخليقة في الدنيا والأخرى من سيدي سبي قد بشرا وبزوره الكليم وأخبرا قدره المولى آياته الكبرى وعين حقا جماله جهرا لم يخلق الله مثله بشرا لا ولن يخلق مثله في الورى ذكره أكثر العبادات أجرا وأزم نفا وحرفا وقدرا وأزرع فتلك في البصيرة وأبلغ زاد وأوسك عرا فداوم لي تعطيك البشارة وتسقى أسرارا وتسقى ولا إن المنان لله اللهم صل على محمد عين المنان لله الأسنى اللهم صل على محمد عين المنان لله الأسنى من ذكره تعلو وتعتزو وتنالو العز وياتيك الفوز كل أهل العز فيه تعززوا وفديت به لهم الكنوز العقرانين به تميزوا في فوق المعالك الشمس برزوا قد عازوا به والله ما عازوا لا ترم تسريا فنائك الرمز جامع الكلم لفظ وجيز تسفي النيران عنا وعجز مستغرق الحسن للوصف معجز وفي جلود للوعد منجز تراث الوجود ذاب ابريز رهيب الفناء حزنه حريز بوجوده ابدا عزيز في بقاء القلب ويزيل عنكم دنس وريسا وتجدونه في قبر انيسا ان المنان لله الاسنى اللهم صل على محمد ان المنان لله الاسنى اللهم صل على محمد ان المنان لله الاسنى مكي القريشي جاب السطوه من جديد الفتح سنه الكريم جليل مدجي والصدر المشكوك بالاسرار وجهي لا كلام الخلق يوزيها بالنقش ولا أكل الورى لبعضها يوشي ساقي لهفتي من رعي منجي مصفي القلوب من درن الغش أفضل قائد لأفضل الجيش وخير مخلوق على الأرض يمشي ذو الجبين لفى والوجه البشاش من اجتاكت له دائم الأرش يشوف سلمان ما فوق الأفش توافرت به لهم الحصص كيف تهان وياتي النقص بعدما وجد العز النص جاءت بمده الاي والقصص في ودادهم له قد اخلصوا
مرفوع الرتبة سلطان خزي زورا وفرعيم علينا عريزين المنان لله لسنا اللهم صل على محمد يعني المنان لله لسنا اللهم صل على محمد يعني المنان لله لسنا المرامية والغرد صاحب الخوزر وما له الحوض إن فاتم له وبدني وضوء فما لي الضيان وأريده كل وصف دام فيكي بعده نفاد الكل تعرضوا ببار جود الجميع يخوضوا قد ملات في السماء والارض ذكره واجب وهبه فرد راس مال المرء لا ينبغي الرفض بمحبه الوجود ابيض اذا كان غدا على الله الارض خير مدي طويل اريد اذا بجودي اللهم صل على محمد يعني المنان لله لسنا اللهم صل ليس له شد وليس في الورى من به يريد لم ينل احد ما ناله قط ذو اميم فضله بسيط لدى الاجر لنا ذكره وفرط اذ ندم الكل على ما فرط فرد جمالي على الكل يسد في ذكره الرضا في تركه سوط طوبى لمن بهم قلبهم ربط وعلى نفسهم ذكره شرط اولئك قوم انهم تغط اعمال وزرهم وتتساقط في ذروة العز منزلة وطوم عليهم منا أبدا وقد وين المنان لله لسنا اللهم صل على محمد يعني المنان لله لسنا اللهم صل على محمد يعني المنان لله لسنا مريا صاحي وكم واستيقظي ألقي سمعك تهان في لبسي لقد فاز عبد من الله حزي بحب المصطفى غزالي العزي فبقي الخلق يفضل محفوظي في الدنيا والاخرى بغير هزوزي لين الجانب فليس بفزي ولا بسخابي ولا بغليزي ذو حلم وافر وكزم للخيزي زلالي الريق يجوزي جلال خزي